حيكون التحدي مين أسرع واحد يخرج من صندوق السجن. حيكون السجين رقم واحد، أنت تستطيع. حيكون السجين رقم اثنين المخرج فراغ. حيكون التحدي برعاية شاورما وصوص يم يمي. حيكون كمان التحدي المدار أربع جولات، حتكون الجولة الأولى على أكل، والجولة الثانية على مشروبات، الجولة الثالثة والرابعة مسابقات. المتسابق اللي يفوز في الجولة الأولى رح نديه الأداء اللي يبغاها لمدة دقيقة، والمتسابق الخسران أنا رح أختار الأداء بمزاجي ويستخدمها نص دقيقة. الأدوات اللي يستخدمها السجين: مفك، فاس، مطرقة، مشار، مشحاف، فك مربع، فاس كمان، ومطرقة. كمان عشان نحافظ على سلامة السجين جبنا لهم أدوات السلام: خوذة، قلبزات، سترة حماية. ورح يكون الفائز حيكسب 10,000 ريال سعودي. كون الجولة الأولى من شاورما التاكسي من شاورما وصال. نشوف مين المتسابق اللي رح يخلص الشاورما أول واحد. 1 2 3 جو. راس لسه، راس أقل شوية، راس منشر ما في موية. راس اشتغل مرة تانية، بابا منشر الحين اشتغل، بابا قرب يخلص. راس لسه، بابا قرب، بابا لسه، بابا شكله حلو. اوه الحين منافس شعر نفسه بين بابا وفراس. انا قلت دم من زمان خلص، انت تستطيع. هو خلص اول، اما فراس قال دك بعد ما قال انت تستطيع. عنده مويه؟ اقسم بالله ما عندي مويه، ما عندي ولا شيء. فاز علي كيف؟ ما انه انت تستطيع فاز حيختار الاداء على كيف. انا يا فيصل ابغى المطرقه اللي فيها المسمار من ورا. طيب حاضر، هذه المطرقه اللي انا ابغاها. بما انه فراس هو الخسران انا حختار الاداء على مزاجي. فيصل بالله يضبطني، انا وانت فريق. حظبطك حختار له هذا الاداء حقت الياسة. هذه ما تكسر يا جماعة، ما تكسر هذه. يا لطيف اجعله خفيف المطرقة هذه، ما ادري حتنفعني ولا لا. مع هذه الأداة ما تكسر، بس انا حاسس في زوايا حكسر بها اي شيء. استعدوا، يلا 1 2 3 بدلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، بدلوا. الوقت ما يشتغل. دقيقة وقف فراس. ايش بوه؟ التايمر فيه له مشكلة. هيا اشتغل حديهم نفس السيفتي عشان انا نسيت اديهم في الدولة الاولى. الحين راح اسوي الحركة السحرية وراح البس السجناء ملابسهم. يا ساتر يا ساتر، ايش القلبزات هذه الحديدية؟ هذه انا اكسر فيها الخشب يا فيصل. هذه من اول انا كنت محتاجها عشان اتكسر الجدر هاي. الجولة الثانية رح تكون على سر المانجا، ترى الرنكة روق المانجا من شاورما وصوص. رح واحد يشرب المانجا هو الفائز، واللي ينقط على ملابسه هو الخسران. بإذن الله اني فائز بإذن الله. جماعة اللي ما جرب المانجا حق الشاورما وصوص هاتوا نص عمره، ترى فيها جوا قطع مانجا فريش، وهي اصلا فريش وتعتبر خلطة سرية شاورما وصوص. 1 2 3 عنده ربي دن يا مدافعيني دن. اشوف فراس قديش باقي يا مدافعيني، انتوا شايفين قديش الفرق؟ انا استحق الفوز بجدارة. انت شربتها بالقلبزات ولا من غير القلبزات؟ بصخ القلبزات هذا الغشاش، هو ذا الغشاش. انا هذه عاقتني على الشرب، هو قال بالقلبزات ولا بدون قلبزات، هو قال اشرب المانجا واسرع واحد يفوز. ايش لباسك؟ كل واحد يشغل مخه، شغل مخه يا تعبان.
اللي انت تستطيع اختار الاداء اللي يبغاه. اعطينا لو سمحتي فيصل المنشار. تفضل. وهذا المنشار اللي انا استناه من اول. الان عندي فتحه كبيره جوا راح اكبرها بهذا المنشار باذن الله. والله منشار يا سيدي. والان بما انه فراس خسر اختار الاداء بمزاجي. هيا اختار المطرقه هذه. بديني المطرقه الثانيه. لا تكفى يا فيصل هذه والله ما تسوي شيء. هذا شوف قوية صدقني ما تكسرت شعبك قوية. حرارات بعد ذاك الشعر. هيا واحد اثنين ثلاثة. والله تعبت والله متابعيني تعب اقسم بالله. انت صوت شمس ولا الجولة الثالثة حتكون على تحدي تطابق الصور اللي يلاقي الاختلاف الاول هو الفايز. راح تكون الصورة اللي واضحة امامكم ثلاث اختلافات اللي يجيبها الاول هو الفايز. واحد اثنين ثلاثة. بدا الوقت. بدا الوقت. ايوه ها هنا ما في شعر زي هنا. اوكي وايش في كمان؟ شايف ايوه هذا الزهر هنا. غلقت ثلاثة بس اوجه اختلاف يا فيصل. شوف ايش هي اللي جات لك. الزرار والشعر والعلامة اللي في اللوحة اللي على اليمين. مبروك يا فراس انت فزت الجولة هذه. الاول باللعبة. بما انه يا فراس انه انت فايز راح تختار الاداة اللي تبغاها. انتقم يا جماعة من الظلم اللي صار علي. برضو ظلم. جيب لي المطرقة هذيك الحادة. ايوه حصل عليه. بما انه انت تستطيع هو خسران تحدي المفك المربع اللي زي وجهه. والله العظيم انت ما انت عارف قيمة هذا الشيء. شفت الشاكوش اللي مع فراس ورب الكعبة هذا افيد منه وراح تشوف دحين. يا جماعة ما يقدرني. واحد اثنين ثلاثة. تابعيني احاول اخرج من هذه الفتحه اللي سويتها بسم الله. رجت يدي مع راسي ان شاء الله اني انا خارج. الرجال ما يقول احد. الرجال ايه؟ الرجال ما يقول احد. والله متابعين يدي مدقر هنا، لكن باذن الله الجوله اللي بعدها لو بمفك حخرج، لو اعطس جوا الصندوق حخرج. اللي بعده يا عبدو وادعي ربه. ممكن تخرج. كيف ادخل؟ لا ماني قادر، رجعوني جوا. لا وخر لا تسوي شيء. الجولة الرابعة والأخيرة حتكون على لغز الأرقام. هيا واحد اثنين ثلاثة. هو الحين الرقم 30 هذا اختار المجموعة الأرقام اللي هنا تجيب 30 صح؟ صح. طيب أنا أقول هنا أسمع. أيوه بعدين وبعدين أنا خلصت ولا خلص قبلك؟ مين خلص أول؟ أنا جاي. أنا شفت أنت أول واحد خلصت بس أنا شفتك أنت لسه بتشوف أول. أنا اللي فايز صح؟ لا أوكي لا أنا أعترض. أقول لك في نفس الثانية. لا تكسرها. 8 زائد 16 زائد 9 تساوي 30. أنت إيش حطيت الأرقام؟ أنا حطيت 8 زائد 16 زائد 9. يا غبي قاعد تخش مني ولا إيه؟ والله قاعد تخش مني يا غبي. أنا عارف إنه بيسوي كذا، عشان هو أصلاً قال لي أمس إنه هو رسب في الرياضيات مرتين. والله يا متابعين على الأقل يختلف الترتيب. 8 16 9 نفس الترتيب، يعني لو إنه ماني فاهم. يا جماعة أنا أعترض، ترى فيصل اللي غش مني. فيصل هو الغشاش، غش مني. ترى متابعين ما هم اغبياء، والله يفهموا كل شيء، وكل شيء واضح قدامهم، 5 كاميرات في الموقع، يعني حيبان الغش. انت تستطيع، عندك دقيقة، ايش تختار؟ اعطيني الفاس عشان انهي التحدي هذا واخرج من السجن، هذا الفاس. ربي انت اختيار
مشارك اسطوري، هذا اقوى شيء، هذا اقوى من المطرقه نفسها والمشارك. هذا حبيبي هذا يا جماعه، الفاس هذا مره حاد من كثر ما هو حاد، مغلفينه بشيء اسطوري. والله يا متابعين شكله خطير. اوبا هذا اللي حنستخدمه الحين. انا جاهز. دقيقه يا ام ريدي. متابعين تدرون انه هذا الفاس اللي يقصون به الشجر؟ تدرون وش يا فراس؟ عندك نص دقيقه حاختر لك بكل بروده فك. افك متابعين يا فيصل. انا عافية انا عافية. خلاص شكرا شكرا يا معزم شكرا. لا يا قلب لك شفت البخت. واحد اثنين ثلاثة. حقتي يا متابعين شايفينها؟ ان شاء الله نقدر اخرج منه، واذا خرجت حفوز بالجائزه 10,000 ريال سعودي. ويا جماعه انا هذه الفتحه اللي فتحتها وباذن الله حخرج منها باذن الله تعالى. ما هموم وقلبي يأذيني بإذن الله بإذن الله أنه هذه الفتحة راح أخرج منها. أول أنا علقت في النص لكن هذه مرة راح أخرج بسم الله. أول شيء خرج يدي، لو خرج كتف اللي فوق هذا لو خرج بإذن الله أني أنا فايز. أوه شوف متابعيني مسامير، ترى الوضع جدا خطير، والله مرة خطير. الحمد لله يا الله. باطي 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 انجرح باطي انجرح. أقوى كتفي كتفي. أقوى. والله شكله بخرج يا جماعة المسامير، والله في خشب كذا يطعم في رجولي. خذ معاك. مع السلامة. ولا ريال ما تاخذ. فراس فراس المرة ما راح يقعد 24 ساعة. ايوه. المرة راح يقعد 10 ايام. وكذا متابعين انتهت حلقتنا، اتمنى انه التحدي عجبكم، حق تحدي صندوق السجن انا اللي فزت فيه الحمد لله. لا تنسوا تعطونا احلى لايك واشتراك وتنشروا المقطع في كل مكان، ترى مره تعبنا في هذا التحدي اقسم بالله. الصناديق هذه كانت تنزل عليها مطر لمده يوم كامل، وكنا نغطيها ونسحب المويه عشان نصور لكم هذا التحدي، مره تعبنا مره كثير. شكرا للمحزم المليان، شكرا للاسطوره فيصل، شكرا للمخرج فراس، شكرا لمنتجنا ومحمد المصور خلف الكاميرا، شكرا لمجيب اللي صلعنا لهذه اشياء. ادعمونا يا متابعيني، اذا تبغوا تحديات زي كذا سووا لايك. انا احبكم كلكم في كل السجن. يلا خلينا تنسوا تجربوا المانجا الجديده حقت شاورما وصوص وشاورما التكسي على الرومانتي. كمان لا تنسى شيء عصير المانجا، وكمان لا تنسى اهم شيء اهم شيء اللي انت بتحطه لو ما تبي تحطه الصوص. شاورما وصوص الاول لعبه ماسكه في يد واحده يحسبوها سهله. روح شاورما وصوص في مكه وجده يا جماعه، قريبا في فرعين في جده جديده باذن الله، قادم افضل باذن, بإذن الله. الله شكرا لكم، مع السلامه. سلام. اول في اللعبه يحسبوها سهله، انت تستطيع ماسكها بيد واحده. هذا مهياط سمي استعراض، كلام كبير عندك اعتراض؟ لا ابدا. ايوه الاول أول. لا تتجنن. شكرا شكرا يا معزم شكرا. انا احبك انا احبك كمان يا حبيبي.